السنة الخلال. الحمد لله. قال الإمام الخلال رحمه الله تعالى في كتابه السنة: وحدثنا الحسين بن صالح، حدثنا محمد بن حبيب، قال حدثنا الفضل بن موسى، قال حدثنا إبراهيم بن بشار عن سفيان أنه قال: قلت لشريك: أرأيت من قدم علي أبي بكر وعمر؟ قال: إذا والله يفتضح. ثم قال: حدثنا علي بن حرب الطائي، قال حدثنا إسماعيل بن أبان أنه قال: قال رجل لشريك في شيء من أمر علي، فقال شريك: يا جاهل، ما علمنا بعلي حين صعد المنبر وما سألناه؟ قال: تعلمون من خير هذه الأمة بعد نبيها؟ قال: أبو بكر ثم عمر. يا جاهل، فنقول له: كذبت. قلنا له: صدقت. ثم قال رحمه الله: أخبرنا الحسين، قال حدثنا محمد، قال حدثنا الفضل بن موسى، قال حدثنا إبراهيم بن بشار عن سفيان أنه قال: قلت لشريك: أرأيت من قدم علي أبي بكر وعمر؟ قال: إذا والله يفتضح. ثم قال: أخبرنا الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي أنه قال: حدثنا جرير عن المغيرة عن إبراهيم أنه قال: أول من أسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم قال: أخبرنا أحمد بن فرج أبو عتبة الحمصي، قال حدثنا ضمة، قال حدثنا ابن عطاء عن أبيه أنه قال: أول من أسلم الرجال. لا مقارنة. تفضل تفضل أتم. لا مقارنة. تفضل. أبو بكر الصديق. ثم قال: أخبرنا علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن علي أفضل من أبي بكر فهو رجل سوء لا نخالطه ولا نجالسه. ثم قال: أخبرنا منصور بن وليد، قال: أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يفضل علي على أبي بكر وعمر رحمهم الله، قال: بئس القول هذا. نعم. طيب خلاص، أنا أختم الباب بسرعة بدون إسناد. ختمته؟ نعم، هذا آخر ما في الباب. نعم. ممتاز. وهذه أيضا فيها السنة الخلال، يبين فيها أن من قدم أحدا على أبي بكر وعمر فيفتضح في ذلك، لأن الإجماع إجماع الأمة على أن خير هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر، ثم خير هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. ومن قال بغير ذلك يفتضح، لأنه يخالف يزري بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبكلام جماعة الصحابة، بل بإجماع الصحابة. واتفقت الأمة على أن خير هذه الأمة أبو بكر وعمر. قال علي بن أبي طالب في الكوفة ويخطب الناس، قال: أيها الناس، من قدم على أبي بكر وعمر جلدت حد المفتري 80 جلدة. قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم الله أعلم. وأيضا كان ابن عمر يقول: كنا نفاضل بين الصحابة فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وهذا إجماع الأنصار والمهاجرين، والإجماع منعقد على بكر عمر، وإن وجد الخلاف بينهم في ترتيب عثمان وعلي أيهما يقدم على الآخر، وبعد ذلك اتفقت الكلمة على تقديم عثمان على علي، فكان إجماعا على الترتيب في الفضل ترتيب الخلافة. ومن قال بتقديم علي على بكر عمر فقد أفسد القول جدا، وهذا قول أهل البدع والضلالات. أما قول الكفرة هم الذين يقولون قد كفر هؤلاء وعلي بن أبي طالب أفضل الصحابة كما قول الروافض، أقول: لا مقارنة، ما في مقارنة. الفوائد المستنبطة: أبو بكر خير هذه الأمة. من قال بخلاف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأسس يكون مبتدعا ضلا، فإن جحد يكون كافرا منافقا. الفائدة الثالثة: لا تجتمع الأمة على ضلالة، وقد اجتمعت على تقديم أبي بكر وعمر. يبقى لنا شعب الإيمان، سيكون مع جلوس دروس العصر، دروس العصر سأقدمها ساعة بإذن الله تعالى، وسامحوني لعرس أخ كريم ما أستطيع أتخلف عنه، فيكون قبلها بساعة لتعلموا. سبحانك الله، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. ما فيش مقارنة أصلا، سبحان ربي العظيم. أستأذنكم ساعة قبل العصر بساعة يكون الأمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.